ستشاهدون في هذا الفيديو كيفاش نجيب نقط عالية في الرياضيات. انت تستطيع شي اكزامبل كتشوف لا ديمونستراسيون ديالو كتزرب على لو كور. لا تقول انا لا استطيع، انت ما ما غتغلطش هذوك الاغلاط، لانه الانسان كيتعلم بواحد الطريقه مزيانه اذا تعلم من الاخطاء ديالو. كاين بزاف اللي غادي يعرضوني على هاد الافكار اللي نعطيتها، ولكن انا كنهضر انطلاقا من التجربه. خدم داكشي اللي ما عارفش، اما داكشي اللي عارف جاوب عليه بلا ما تضيع وقتك. تضيع السيلو، ضيع السيلو صافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله هو الفيديو الاول من واحد السلسله اللي قررت انني نبقى نديرها في لاشين ديالي. هذه السلسله بيان سور غتكون بالمشاركه ديالكم نتوما، وكنتمنى انكم تدعموا السلسله، لان السلسله غنتكلم فيها على مواضيع اللي كتخص التلاميذ ومشاكل اللي كيلقاو التلاميذ. كذلك غنعطيكم فيها توجيهات، نصائح. كذلك نتوما غادي تنصحوا بعضكم بعضا. ريال الروعه، كل واحد فيكم اللي عنده شي حاجه يفيد بها الاخر. كيفاش؟ تو سامبلومون انا غنبقى نحط دي بوست في الكونت بيرسونيل ديالي في فيسبوك. غتمشيو تابوناو في سواء تصيفطوا لي انفيتاسيون ولا ديروا سابوني ولا فولو، باش هكا تبقاو متبعني وتشاركوا في لي بوست اللي غنبقى نحط، اللي غنبقاو نتخيطيو فيهم ونعالجوا فيهم المشاكل اللي كتواجهوها. تو سامبلومون الكوم ديالي غتكتبوا في فيسبوك زكريا بويشا، غيطلع عليكم زكريا بويشا معروف انايا. زكريا بويشا تلقاو التصويره ديالي كيما مكتوبه في لاشين دابا، ها كيما مكتوبه هنايا الفوق هنا. غديروا زكريا بويشا وغادي يطلع لكم فيسبوك هكا، والناس اللي كيعرفوني راهم ديجا كيعرفوني. وبقاو تشاركوا في دوك لي بوست، نبقى نحطو نهار السبت البوست باش نهار الاحد ان شاء الله نحط لكم لا فيديو. الموضوع اللي خصني هاد المره نهضر عليه هو كيفاش نجيب نقط عاليه في الرياضيات. انت تستطيع، ويا له من موضوع، لانه فرق كبير. كاين اللي كيخلط ما بين جوج ديال الحاجات، واحد كيفهم لي ماتيماتيك كوم يلفو، وواحد كيعرف يابليكي لي ماتيماتيك، كيعرف يطبق. كاين واحد ما فاهمش الخاصيه مزيان، ولكن يجيب 20 سيغ 20، يجيب 20 على 20. علاش؟ لانه شد هذيك الخاصيه، فهمها يعني كيفاش كتابليكا، كيفاش كتطبق، كيمشي اي اكزرسيس كيعرف يابليكي بها ديك الخاصيه وكيجاوب على الاسئله. وكاين اللي فاهم الخاصيه مزيان وفاهم العلاقه وفاهم المبرهنه وفاهم كل شيء، ما تحط له ان اكزرسيس يقدر يجاوب عليه، ما ماشي بالسرعه وماشي بالكفاءه اللي غادي يجاوب بها واحد اللي هو ابليكي مزيان وكيزرب في الكتابه. اذا هذه واحد النقطه اللي كيتقولوا فيها بزاف ديال الناس، واللي غادي نهضر عليها اون ديتاي، لانه فرق كبير ما بين انك تفهم الرياضيات، وفرق كبير ما بين انك تكون يعني عرفت ابليكي لي ماتيماتيك على لي زيكزارسيس وكتجيب كلشي صحيح. بما انني درت العنوان ديال هذا الفيديو هو كيفاش تجيب مزيان في الرياضيات، اذا غنقول لكم كيفاش تجيب مزيان في الرياضيات ماشي كيفاش تفهم الرياضيات. وهذاك الفيديو ديال كيفاش تفهم الرياضيات غنخليه للمره الجايه ان شاء الله. واي موضوع بغيتوني نتكلم عليه ما عليكم الا تكتبوا لي في لي كومونتير، باش هكا نشوف الحاجه اللي هي مطلوبه اكثر نسجلهم عندي ونهضر على الموضوع اللي كيستحق انه نهضر عليه. كذلك ما تنساوش تشاركوا الاراء ديالكم وتبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم. اذا شفتكم انكم تفاعلتوا مع هذه السلسله فغادي نكمل فيها وغندير دوطغ فيديو. وكل حد ان شاء الله، كل حد مع 8 تحط واحد الفيديو جديد، 8 ولا 6 ما عرفتش مازال دابا نحدد فوقاش نبقى نحط. المهم لحد ان شاء الله نبقى نحط اون فيديو. المهم تو سامبلومون باش تكون مزيان في الرياضيات وتجيب فيها دي تري بون نوت، خصك تكون اول حاجه قاري لو كور. كيفاش قاري لو كور؟ هنا كاين جوج ديال الاصناف، كاين الناس اللي متمدرسين وكاين الناس اللي هما احرار. بالنسبه للاحرار عندكم يوتيوب، عندكم دي كور اللي هما مكتوبين كتاب ايتترا باش تفهموا لو كور. بالنسبه للناس المتمدرسين كنصحكم انكم تفهموا لو كور مع لو بروف ديالكم. علاش؟ باش هادشي كيختصر عليكم الوقت،
يختصر لكم الوقت ويخليكم انكم تمشيو للدار باش تخدموا لي زيكزارسيس. تراجعوا الكوغ واحد شويه وشي حاجه ما فهمناش مزيان كتحاولوا تضربوا عليها واحد الطليله وكتمشيو وتخدموا لي زيكزارسيس. هذه القضيه مهمه بزاف لانكم كتختصروا الوقت على راسكم. يعني اللي ننصحكم هو انكم وكذلك الناس ديال الاحرار تفرجوا في يوتيوب، كنصحكم بلا شين ديالي زكريا بويشا، هي فيها كاع لي كوغ اللي نتوما غتحتاجوهم. فوالا يعني دخلوا هنايا لي كوغ ديال الثانيه باكسيون سمارت، نزلوا تحت كاينه ديال الاس بي تي، او دخلوا لو بغيتو تشوفوا لي كوغ كاملين جيو للبلاي ليست هنايا بلاي ليست، ولي بلاي ليست كريت بركو اليوم. اي فوالا، ها هما تقريبا 200 فيديو اللي تقدر تنفعكم، ومازال كنحط في لي فيديو ان شاء الله. اي دونك هادشي اللي كاين. نرجعوا للموضوع ديالنا هنا، باش تجيب مزيان خصك لو كور ما تعطلش فيه. لو كور ما خصكش تعطل فيه، يعني لو كور كتشد بالا ديفينيسيون، كتفهمها اش كتعني، كتخدم اكزومبل تيوغام كتشوفو كتفهمو كتابليكي على شي اكزومبل، كتشوف لا ديمونستراسيون ديالو كتزرب على لو كور. تقول انا استطيع. انا كنهضر لك الا بغيتي تجيب اون تري بون نوت، تفهم الكور واخا تبان لك شي حاجه اللي هي مازال ما واضحاش مزيان، حاول تغافل عليها وتميك لاش، لانه من بعد الناس بقات ابليكي لي زيكزارسيس غادي تزيد توضح لك بزاف ديال الامور، غادي تزيد توضح لك بزاف الامور. لانه اذا استعجلتي، اسمعوا معايا مزيان، اذا استعجلتي انك تفهم كل شيء في الكور، ما غتفهم لا كور لا تحل، غتعطل، غيمشي لك الوقت وما غتجيبش اون تري بون نوت، وخا تكون فاهم مزيان الكور. خصك الكور ما ديرش فيه بزاف ديال الوقت، ودوز لي زيكزارسيس وتخدم. هنا بنجيو لي زيكزارسيس، كتبدا دي زيكزارسيس اللي هما بساط، كتابليكي فيهم داكشي وكتحاول تطلق يديك. ولي زيكزارسيس الاولين كنصحكم انا كنصيحه، يعني حاولوا ما تعطلوش بزاف، تحاولوا تخرجوا راسكم، يعني شوفوا لا سوليسيون دغيا. انا ربما يعاتبني شي واحد على القضيه، ولكن هذا الشيء هي خبرة السنين. يعني انا كبر منكم وقريت وكنت سيونس مات اتسيتيرا، هاد القضيه ملي كنديرها كنحس براسي كنزرب على الحاجه. اجيو غادي تخدموا لي زيكزارسيس الاولى بواحد الطريقه سريعه، ودربوا يديكم على انهم يجاوبوا على دوك لو تيب ديال ديك الاجوبه. يعني مثلا كالكول دي ليميت، مثلا حساب النهايات، جي واحد يشوف واحد 5 النهايات 10 النهايات كيفاش يتجاوب عليهم. ها ليميت ايغال ميثود، هادي كنديرو لها مرافق، هادي كن نعملو، هادي كنديرو تغيير متغير، كيخدم دي زيكزامبل، الدماغ ديالو كيوليو فيه واحد دي موديل ديال دي ليميت وكيفاش كيتخرجوا. ابخي ملي كدوز لا فاز الثانيه، واحد لي زيكزارسيس اللي هما بلوز افونسي، كتحاول تخرج لي زيكزارسيس راسك وما تشوفش لا سوليوشن، ماشي ما تشوفهاش مره، ما تشوفها حتى تخرج ودير محاوله. واخا تحس براسك راه انت كتخرج داكشي غلط، غير كمل باش ملي تشوف لا سوليسيون تستافد منها، باش الا صحح لك البروف ديالك تستافد منها، باش اذا غلطتي بزاف ديال الاغلاط وصححتيهم نهار ليكزامان ما غتغلطش هذوك الاغلاط، لانه الانسان كيتعلم بواحد الطريقه مزيانه اذا تعلم من الاخطاء ديالو، ماشي اذا خدا داكشي واجد. خصك تغلط طيح وتنوض باش هكا كتعقل على دوك الاخطاء اللي درتي، وبالتالي كيصعب انك ترتكبهم في المستقبل. ها هادشي اديو النيفو اللي خصك توصلو له. ابخي ملي تخدمو بحال هكا في سلاسل، راه معروف السلاسل اللي كيخدمو بهم الناس، خصكم تخدمو وتيستيو راسكم مع شي فرض موجود نعطاهم الله في جوجل، تعبي في جوجل فرض امتحانات تضن وطلعوا لك فروض، خدمهم وتيستي راسك شحال دير فيهم ديال الوقت، وخدم فرض الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، و سير ديك الساعه دوز ارد عليا الخبر، وما تنساش تتبع لي كوغ ديالي، لي كوغ ديالي غينفعوك بزاف.
كاين بزاف اللي غادي يعرضوني لهاد الافكار اللي نعطيتها، ولكن انا كنهضر انطلاقا من التجربه، يعني شي حاجه جربتها انا وشي حاجه اللي لاحظت ان الناس اللي كيجيبوا دي بون نوت كيفاش كيديروا، لانني قريت التلاميذ اللي كيجيبوا دي تري بون نوت، وقريت مع التلاميذ اللي كيجيبوا دي تري بون نوت. ها وهادو لاحظت فيهم هاد الامور هادي، هو انهم تيبراتيكيو بزاف، تيطلقوا يديهم بزاف. زايد واحد القضيه غنعطيها لكم زوينه، من بعد ملي كتخدم بزاف ديال التمارين ما كيبقالكش الوقت وكيقرب ليكزامان. تما غنصحك بواحد القضيه، خصك تبقى تشوف لي زيكزيرسيس، ما تحركش الستيلو، يعني كتشوف غير الميثود، كتحرك الستيلو في هذاك السؤال اللي ما فايتش شفتيه، اما دوك الاسئله اللي انت فايت شفتيه وما تضيعش فيهم الوقت، ما تضيعش الوقت. خصك تبقى تخدم داكشي اللي ما عارفش، اما داكشي اللي عارف جاوب عليه بلا ما تضيع وقتك، تضيع السيلو، تضيع السيلو صافي. كنتمنى تكونوا استفدتم من هاد النصائح هادو، وانا عطيتكم شي حاجه اللي اصلا هاد السلسله غديروا تعرفوا ليا كزكريا بويشا شكون انا، بزاف ديال الحاجات. وكنتمنى انكم تدعموا السلسله يعني تتفاعلوا معها، باش هكا نستمر فيها وندير كل سيمانه اون فيديو اللي كنهضر فيها على بحال هاد المواضيع، ونقدر ندير كاع دي غيونيون، يعني نجمع بعض التلاميذ ونديروا غيونيون في زوم ونبارطاجيو لي زيد مع بعضياتنا، وتسجل هذيك لا غيونيون ونحطها سيغ يوتيوب باش تشوفوها. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، و الى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم، نشوف التفاؤل ديالكم بعدا كيفاش غتفاعلوا. اقترحوا لي في لي كومونتير، اقترحوا لي المواضيع اللي بغيتو نهضر عليهم مستقبلا. انا عندي في راسي بزاف ديال المواضيع، ولكن بغيت المواضيع يكونوا مقترحين عندكم نتوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.